أستاذ محمد، دلوقتي يعني الأرقام، أنت سمعت كابتن محمد بيقول إن ما عندناش يعني حد المفروض أصلا يوصل لرقم النص مليون ده، وهو في المنتخبات ممكن يقعد بالشهور ما يشتغلش. طبيعي لما جينا ليه الناس اتكلمت على الراتب بتاع حسام البدري؟ لانه اولا كان رقم راتب كبير جدا، بتتكلم في مليون جنيه شهريا، فرقم كبير جدا. وحسام البدري مسك المنتخب حوالي 24 شهر، لعب 5 ماتشات ولا عمل اي معسكر ولا عمل ماتشات. ده حتى كان بيبقى في اوقات بيبقى في الفيفا دي الاجنده الرسميه وفيها ماتشات ما بيلعبش ماتشات، قاعد في كندا مع عيله، او الجهاز الفني بيتفرج على الماتشات بتاع، مش احنا كنا بنشوف يعني، معلش انا اسف يعني، احد الطباخين بيروح يتفرج على ماتشات منتخب مصر مع الجهاز الفني ده منتخب معروف. ده اللي بتكلم فيه انه المدرب المحلي. عايز اقول لحضرتك وقع انه في المعسكر، اخر معسكر لحسام البدري، احد لاعبين احد الفرق كان اجازه طويله، واخد اجازه وكان في الساحل، كلمه قال له تعالى العب 10 دقائق عشان اضمك للمنتخب. وكان بيحصل من ده كتير جدا وبيقعد يحط القايمه، هناخد 5 من الاهلي عشان جمهور الاهلي ما يزعلش، وناخد 6 من الزمالك عشان جمهور الزمالك، احوال شخصيه او شخصيه كلها. فتيجي في الاخر تحسبها ليه الناس ما يعني هنبكي على حسام البدري؟ هو عمل ايه مع المنتخب؟ كان نفس الاداء، كان نفس النتائج، فوق ده كله كان في مجاملات. انت مع الفتره بتاعت حسام البدري، انت ما اكتشفتش ولا لاعب جديد مع منتخب مصر، كان كلها نفس الاسماء. مع كروش الوضع اتغير، انت محمد عبد المنعم اللي سجل هدف منتخب مصر امبارح متالق بشكل كبير جدا، ومواليد 97 ولا 99، عندك بتكسب مدافع يعني لحد ما ربنا يديله الصحه، بتشوف بتجرب ناس في كاس العرب، شفت حسين فيصل، شفت مروان داوود. لو مدرب مصر موجود عمرك ما كنت هتشوف الاسماء دي، عشان نتكلم بصراحه هتشوف اهلي وزمالك والمحترفين اللي جايين من بره الخاص. ده هو من الساحل، وطبعا انا بقول لك على 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 مسؤوليتي. ولو عايز اقول مش غريب، رمضان صبحي كان في الساحل وقتها، وحسام البدري كلمه قال له تعالى العب 10، كان اخر ماتش في الموسم. ده على مسؤوليته. على مسؤوليته. وانت عارف انه السيزون اللي فات طبعا كان حسموا المتاهلين لدوري ابطال افريقيا والكونفدراليه بدري، فيعني اخر 3 ماتشات في الدوري ما كانش هياثروا في جدول الدوري يعني. فاللعيبه الكبار خدت اجازات كلها، كلمه قال له تعالى العب 10 دقايق الماتش الاخير عشان اضمك لمعسكر المنتخب، وبالفعل سافر مع المنتخب الماتشين بتوع انجولا والجابون. ده المدرب المصري اللي احنا بنعمله. حاجه ثانيه برضو، حسام البدري، طب ما انت ما مسك منتخب الاولمبي وفشل مع المنتخب الاولمبي، ومسك المنتخب الاول وفشل مع المنتخب الاول. شوقي غريب بتجيبه من منتخب الشباب لمنتخب الاولمبي، تطلعه فريق اول يخسر وتروح مرجعه ثاني منتخب الاولمبي. فبالتالي احنا بنلف في نفس الدايره، هم 5 6 اسماء ممكن اذكرهم لك اللي بيلفوا على المنتخبات، و5 6 اسماء اللي بيلفوا على الفرق.